ممكن ابو المعاطن انت اول واحد في مصر قلت ان كهربا جاي وصل كهربا بالسلام، وقلت يا ممكن ابو المعاطن ان كهربا جاي يخلص ويفنش مع النادي الاهلي. طب النهارده كل المواقع بتقول كهربا فنش مع النادي الاهلي. يا فندم وين المشكله يا فندم؟ ما يقولوا المهم من له الصق ومن له الانفراد في التفاصيل. المهم مين اللي قال ان كهربا جاي يخلص ويقعد؟ انت النهارده يا اوكل ساعدت الناس كلها انها تتابع، وهو كهربا زي ما قال اوكل جاي يخلص. خلص 4 سنين ونص مضى، شرط الجزائر 400,000 يورو الاهلي يتحمله، يعامل معاملة لاعب الفئة الأولى بالنادي الأهلي اللي هي فئة اللاعب الدولي، اللي هي فئة اللاعب الدولي. بياخد كام بقى؟ مش هندور. بياخد 8، بياخد 7، بياخد 10، مش هندور. وبتبقى المسألة في تصاعد، في تصاعد، فضلا عن ان النادي الأهلي. وبعدين ده جايلك لاعب حر. طب يا أنكر أبو المعاطي انت مالي ايدك قوي وعمال تقول لي جاي لاعب حر ومش لاعب حر؟ مش عنده مشكلة في الفيفا؟ قلت لك يا باشا ان في خبير برتغالي في اللوائح وقوانين الفيفا جاء الى مصر سرا واجتمع مع احمد يحيى ووالد الكابتن محمود كهربا واحد المسؤولين المهمين في النادي الاهلي، او اتنين بالظبط، بلاش اقول لهم علاقه بالتعاقدات. واكد صحه موقف كهربا وان نادي الزمالك ياخد جزء من عقد ده لو هو له حق. ملوش حق يبقى فري، وتوقع عقوبة على نادي الزمالك والمسؤولين في اتحاد كرة القدم المصري اللي وثقوا عقد في غير معاد. فده الناس مش بتتكلم انت دفعت امتى في رسوم التوثيق، لا انت وثقت امتى. فبالمخالفة للقانون وفقا للخبير البرتغالي ده، بخلاف الراجل السويسري اللي امير توفيق عرض عليه كل التفاصيل هو خالد مرتجي خلال جلسة التعاقد مع ريني فايلر. اونكل ابو المعاطي بيقول لكم كل حاجة، اقسم بالله حد هنا يجي يقول لي في حد في مصر قال ان كهربا جاي يوم الثلاث وهيفنش يوم الاربع مع مسؤول النادي الاهلي ويقعد معاهم يخلص كل حاجة. وقلت لكم النهاردة الصبح ليس كل ما يعرف يقال، ان انا كنت عارف بالقعدة، لكن ايه من باب يعني كذا عشان مش كل حاجه نقولها يجي الناس يقولوا يا اونكل ابو المعاطي انت بتسرب الاسرار. كابتن سيد عبد الحفيظ زعل، كابتن الخطيب زعل، عبد القيعي قال لي دلوقتي لسه في خطوه مفنشه. سبتهم لحد ما هم يعلنوا وبقى الخبر في كل المواقع، لكن كل التفاصيل عندنا بفضل الله. تاكد النادي الاهلي من صحه موقف كهربا وان عقده يحق له الرحيل بنهايه الموسم الماضي مع نادي الزمالك. اثنين، ان عقده توثيق عقده مزور وفقا لشهاده الخبير القانوني من البرتغالي اللي جه هنا واجتمع مع مسؤول النادي الاهلي واحمد يحيى ووالد كهربا. معلومات، انا بقول لك معلومات ما بقولكش اي حاجه. فبالتالي الاهلي قال له تعالى يا اللي عليك العين بتدور، نفسك تلبس فانيله الاهلي؟ قال اه. كهربا ورفضت 25 مليون جنيه من ممدوح عيد اوقع له قبل الموسم او دلوقتي، والنادي الاهلي انا العب فيه ببلاش. ابوه قال له يا كهربا انت كنت بتقول؟ قال له يا حاج عمنا ما نلعب في الاهلي ببلاش. يكفي احترام مسؤول النادي الاهلي للاعبيه، ويكفي بقول لكم اللي قالوا كهربا، ويكفي ان هم في ظهري من ساعه ما بدات الازمه. اه مش هم اللي في الصوره بشكل مباشر المسؤولين، لكن على فترات ناس بتتصل منهم خدوا مننا، لكن في الدكتور بقى حلقه الوصل، والدكتور ده هيدفع مبلغ، هيدفع مبلغ في الحاجات اللي اتدفعت واتصرفت كهربا صرف. اه وال2 مليون يورو او ال2 انا قلت لكم كده، قلت لكم في 2 مليون و200,000 يورو الاهلي جاب بيهم رمضان صبحي في سنه ونص. النادي الاهلي قال كهربا يستحق اكتر من كده، يستحق اكتر من كده في سنه ونص. هو جاي لك لاعب حر وقال لك اي غرامه احنا متحملين، وكهربا معامله لاعب الفئه الاولى، وهو هربان بجلده من الزمالك بسبب رئيس النادي وعيال. هنجدد لك عقدك، هنعمل لك، هنسوي لك، يتطول على والده، يتطول على والدته، يتطول على اخوه، كلها ماشيه في كده. ويوم الخميس هيبقى في فرح باذن الله عند كهربا هقول لكم عليه، بس مش هقوله دلوقتي. ان شاء الله تبقى حاجه كويسه تفرح كل الاسره ان شاء الله، ان شاء الله، ان شاء الله، ان شاء الله. صدقوني والله انا عارف كل حاجه بس مش عايز اقول عشان خاطر كهربا ووالده
والحاج ربنا يبارك فيهم ويطول بالف صحه وعافيه. فكده كهرباء يا حبيب قلبي في النادي الاهلي في يناير اللي جاي زي ما قلت لك. اتنين، لم يكن له اي طلبات ماليه زياده عن زملاء. ثلاثة، هيتم دفع الشرط الجزائي 400,000 يورو لنادي افيس البرتغال. أربعة، ان اي مصاريف سيصرفها كهرباء او غرامات ستوقع عليه في اطار خلافه مع نادي الزمالك هيدفعها مين؟ النادي الاهلي. خمسة، سيتم ترضية كهرباء من الدكتور ورفاق الذين تولوا الملف من البداية حتى الآن. عضو اهلاوي بارز جدا، الدكتور ورفاق، خدوها مني كده بس، الدكتور ورفاق. بلاش ان احنا نقول اسامي ولا نحكي تفاصيل عشان خدوا، انا قلت لكم اسم حركي. هيجي يوم اقول طبعا. لكن انا مش بحب اقول عشان احافظ على الناس اللي هي مصادر. مين الدكتور بقى؟ شوفوا والنبي انت راجل طيب. محمود الحادي الهادي. انت راجل طيب يا محمود، اذا اقول مش هقول تقول لي طب مين يعني انت سبت الانفراد يا محمود اللي احنا عاملينه بقالنا اسبوع يا محمود وبنقول الراجل بالظبط من يوم الاحد وجاي انت النهارده تقول لي مين الدكتور بدل ما تقول لي قول شكرا يا انكل ابو المقاط على الانفراد اللي انت سبقت بيه مصر بحالها. كل وسائل الاعلام المسموعه والمقروءه والمرئيه ومواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تويتر انستجرام كل انكل ابو المقاط اللي قال المعلومه اول واحد ومن بق الاسد اقسم بالله. والنهارده كنت بتكلم انا وحبيب قلبي بلاش اقول عشان ما يزعلش. بلاش اقول عشان ما يزعلش. لكن اما هتبسط امبارح في الحفله الجميله اللي اقيمت في بيت والد كهربا واستمتعوا فيها بكل ما لذ وطاب واستقبلوا محمود كهربا الذي وصل الى مصر مرتديا قميص النادي الاهلي. طيب. ده كهربا. عايزين حاجه في كهربا اقولها لكم؟ الدكتور طه اسماعيل الحمد لله زي الفل وصحته زي الفل. احمد خير بيسال الدكتور طه اسماعيل الحمد لله هو كان مغير مفصل ودلوقتي زي الفل وبيطلع لعب. الخطيب اخباره ايه؟ هقول لك يا سيدي حته الخطيب. ما الخطيب يبقى دخلني في تركي آل الشيخ والفيديو الرهيب اللي عمله وهنزله على صفحته واللي انا علقت عليه الصبح. تركي آل الشيخ علق كتب للكابتن محمود الخطيب كتب ايه؟ ده عدى مرحله الكتابه يا انكل. ده عدى مرحله الكتابه. عمل فيديو. قال لسه عارف بموضوع كابتن الخطيب، ألف سلامة وما يشوف شر إن شاء الله، وربنا يرجعه الأهل وأحبابه على خير، إن شاء الله بصحة وعافية يا بيه. ده الفيديو اللي عمله المستشار تركي آل الشيخ للكابتن محمود الخطيب فجر اليوم الأربعاء. بعد ما أنا قلت إن الكابتن الخطيب بياخد حقن في الفقرات وعنده التهاب وحكايات وروايات وربما يسافر الى المانيا، لكن الطبيب الالماني موجود هنا في اسكندريه في مستشفى مصطفى كامل العسكري والكابتن محمود الخطيب راح. وكان ده في اطار ان الناس بتعرض على الخطيب تاجيل القمه. والمسؤول في نادي في اتحاد الكوره قال لي ده كابتن الخطيب عيان وقالوا لنا انه عيان وظهره وبتاع. وهاجي لكم على القمه بره. فالحمد لله هو دلوقتي كويس بياخد حقن جلس في قرص حقن هياخده حقن في العمود الفقري. دعواتكم له بالشفاء بسبب الام العمود الفقري والفقرات العنقيه. ندعي له بالشفاء والصحه والعافيه ونشكر ونجدد الشكر لمعالي المستشار تركي آل الشيخ على الانسانيه والرقي والتحضر. المره اللي فاتت عمل تويته طلع رئيس نادي الزمالك قال لك ده مش قصدنا. طب المره دي عمل لك فيديو صوت وصوره يا نجم. هتقول مش قاصد؟ لا، هو يحترم الخطيب يقدره يحترم النادي الاهلي وجماهيره ويقدر الجميع وابتعد عن مصر، لكنه كل طلبه في الدنيا علاقات محترمه بين الجميع، وهو باذن الله باذن الله باذن الله هيسامح في موضوع شتيمه والدته اللي حصل. بل اكتر من كده ربما يسامح، بقول معلومه اهو. ربما يسامح شباب السوشيال ال 56 واحد اللي ولا ال 65 واحد اللي كان نشر اسمائه وقال ان في قضايا عليه. ربما يتم الاعلان عن ذلك قريبا، خدوا مني. ليه بقى؟ وجهه نظره ان الشباب ده متحمس للاهلي فكان بيتطور وسنه صغير. طب الشباب هو الشباب بقول الشباب لان في ناس لها اغراض اخرى لهم علاقه بالعمل الاعلامي، لكن الشباب لا. يعني في مذيعين مثلا لهم اهدافهم لهم طلباتهم لهم بيبتزوه ناس مذيعين فهو مالوش علاقه بيه. لكن الشباب بتاع السوشيال بتاع النادي الاهلي سيتم قريبا اعلان المستشار تركي آل الشيخ عن الغاء كل القضايا وكل الحكايه والروايه. ليه وجهه نظره ايه؟
ان الشباب ده من حبه للنادي الاهلي بيندفع، واحنا كبار وساعات بنندفع ونغضب، هل لوم الشباب على الاندفاع؟ فقريبا باذن الله يتم الاعلان عن ذلك، خاصه وان انا عرفت النهارده ان فيديو المستشار تركي الشيخ محل تقدير رهيب في قناه النادي الاهلي، وسيكون له رد فعل رهيب من النادي الاهلي وتقدير عظيم من الكابتن محمود.